بونسوار. نبدا جولتنا على اسواق اليوم مع موافقه الاحزاب الالمانيه بزعيمه انجيلا ميركل على مشروع قانون بيجبر الشركات الكبرى المسجله بالمانيا على تخصيص 30% من المقاعد الغير تنفيذيه بمجالس الاداره للنساء بدءا من سنه 2016. على سبيل المثال، من بين الشركات ال30 المدرجه بمؤشر داكس يوجد 7% فقط من النساء بيشغلوا المقاعد الغير تنفيذيه بمجالس الاداره، ومن المتوقع انه هالقانون بالمانيا يكون له تبعات على غير دول باوروبا. ومننتقل لأيبتك هولدينغ، شركة البناء المدرجة بدبي، حيث عم يسعى الرئيس التنفيذي السابق لبيع حصته المتبقية بالشركة، ولكن عملية بيع الأسهم اللي بتمثل 11.8% من الشركة وقيمتها 540 مليون دولار على سعر السوق الحالي رح تصير بشرط يندفع له بالحد الأدنى السعر اللي حصل عليه وقت بيع حصة 16% لأبار انفستمنتس بأبو ظبي سابقا هالشهر. بحب شير إلى أنه بيتم البيع على سعر 5 درهم كحد أدنى للسهم الواحد. ومنروح لمجموعة إزدان القطرية يلي دعت حاملي أسهم الشركة لعقد اجتماع غير اعتيادي بهدف المصادقة على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة. هالمادة اللي بتسمح للمستثمرين من غير الجنسية القطرية بتملك نسبة ما بتزيد عن 49% من رأس مال الشركة والبالغة 26.5 مليار ريال. أيضا عم ينحكى عن مفاوضات نهائية جرت بتشرين الثاني حول بيع حصة أساسية لشريك استراتيجي قبل نهاية السنة. وبنهي مع النفط، حيث تراجع خام برنت دون ال 75 دولار للبرميل بعد الأنباء عن عدم خفض إنتاج أوبك. والأكيد أنه نتائج اجتماع أوبك رح بيكون إلى تداعيات كبيرة، ونحن أكيد رح نتابعها بكرة. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم بكرة.